من حكمة ربنا سبحانه وتعالى انه جعل لكل واحد فينا عالم تاني جواه، وبيكون عالم خاص ومنفرد ومختلف تماما عن العالم اللي احنا عايشين فيه، وبيكون برضو مليان صراعات، سواء صراع العقل او القلب او غاية او وسيلة. وفكرة اننا بنقول على شخص ما انه عايش في عالم تاني، وده بيكون مش كلام وخلاص، بالعكس ده حقيقة انه فعلا بيكون في عالمه التاني. على فكرة ان الكلام ده مش بينطبق بس على شخص معين او مود معين، ولكن اللي بيحصل ده بينطبق علينا كلنا، وده علشان كل واحد فينا عايش في عالم مختلف عن التاني، وكل واحد ليه افكاره وسلوكياته وطريقة التعامل مع نفسه. ده غير كمان ان كل واحد بيمر بظروف واحداث خلال يوم تكون مختلفة تماما عن التاني. يعني اقول لكم كده زي ايه، يعني كل واحد فينا جواه ركن مليان بس ضلمة، محدش يعرف عنه اي حاجة غيرك انت وبس. والركن ده بقى ممكن يكون زي الكتاب المليان وجواه ورق مكتوب وقصص مركونة، والركن ده بيكون جواه عقلك شايل هموم محدش داري بيها غيرك انت، وده علشان جواه كيانك ونفسك. علشان كده بتلاقيه مليان وزحمة، مع انه ركن هادي وبترتاح جواه لما بتلاقي نفسك لوحدك، وفي نفس الوقت بتخاف لما تدخل وتقرب من اي حاجة مركونة فيه، وبتخاف تلمس ذكرى قديمة او تفتكر حاجة فاتت ما صدقت نسيتها، انك تلمس حاجة مكسورة او وقعت او اتخدشت جواه. وحتى لما بتدخل بتخاف تتغير وتنسى العالم اللي بره، بتخاف تنسى نفسك جواه، وبتلاقي اللي بره شخص مختلف تماما عنك. وكل واحد فينا مسؤول عن العالم اللي عايش فيه. تخيل ان معظم الامراض النفسية بتتولد من الصراع اللي موجود جوانا، من الحديث الليلي اللي بيحصل بينك وبين نفسك. والكلام ده خلاصته ومن النهاية اننا للأسف كلنا بنبصوا على حياة الناس من بره، وشايفينهم بيضحكوا وبيخرجوا ومبسوطين، مش عارفين ايه اللي جواهم. فبلاش نحكم على حياة اي انسان من مجرد المظهر الخارجي بس. لو عايز تعرف حد بجد قرب وفتش جواه، ووقتها تكون مستغرب من كمية التناقض اللي بين ضحكته اللينة على وشه والوجع اللي عايش فيه هو وبس. علشان كده كل واحد فينا مسؤول وعايش في العالم تاني اللي جواه.